أبدى الوسط الفني والثقافي حزنه الشديد على رحيل واحد من صناع السينما في الجزائر، سيد علي كويرات، الذي قدم ما قدم خدمة للمسرح والتلفزيون وكذا السينما. طبعا تعددت الآراء، ولكن اتفقوا على أن سيد علي كويرات هو واحد من أعمدة السينما في الجزائر. محمد جمع لنا بعض التصريحات والشهادات مع بعض الفنانين وتابعها سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. قدمنا التعازي الخالصة للعائلة تاع الفقيد، وقلنا لهم إن شاء الله بيعطيهم الصبر، لأن سيد علي كويرات أكيد كاين عائلته، ولكن إحنا كامل نحسوا باللي نسالوا شوية فيه، لأن ينتمي لهذه العائلة الكبيرة من الفنانين، ولكن أكثر من هذا نظن حتى الشعب الجزائري عنده يكن له محبة خاصة، خاصة وكان عنده حضور في الساحة الثقافية، حضور من حيث الأفلام والأدوار اللي قمصها في عدة أفلام، ولكن أكثر من هذا هو كان دائما حاضر في كل عرض شرفي للأفلام، وهو حاضر ويشجع الشباب. إنا لله وإنا إليه راجعون، فإذا أصابتكم مصيبة فقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كان الله يرحمه كي يمشي يشطح في الزنقة، يشطح حب الحياة، كان لاكاغيغ نتاعو هي تهدر عليه، كان يحط لومبيونس في وقت اللي نكونوا نخدموا، كان مجاهد. هما اللي خرجوا في وقت الثورة وراحوا لتونس وظهروا للعالم بأسره بلي كاين فن وكاين ثورة وكاين ناس. عندي ما قدرت، ماني عاجزة عن الكلام إن شاء الله، ما قدرتش نقول لك. الله إن شاء الله نعزي كل الفنانين الأسرة الفنية، ونعزي روحي أنا قبل، ونقول الله إن شاء الله يبدل محبته محبة الله. تيبير بول الجيري راح عملاق كبير الله يرحمه، على كل حال تونيت معنا بزاف الأفلام مالغير ما تلاقيناش فاس فاس، ما صحت تورينا بالشبكة حسن طير ولوبي من الباطن. إذن شاهدنا من خلال التصريحات تصريح الفنانة القديرة شافية بودراع، يعني وهي تتحسر على فقدان سيد علي كويرات. نعم، أطال الله العمر. هي أيضا نعم، هي قدمت الكثير، هي الأخرى للوسط السينمائي والفني في الجزائر. مشاهدينا على كريم.